انضم الينا من الخرطوم عبر سكايب مراسل الغد محيي الدين جبريل. محيي، كيف ينظر الى هذه الخطوه التي يراها البعض ترجمه عمليه لتوقيع اتفاق الخرطوم قبل ايام؟ هي خطوه وان كانت بروتوكوليه ومتوقعه، لكنها بطبيعه الحال ستخدم كثيرا اجواء الثقه التي تسود بين الاطراف حاليا عقب توقيع الاتفاق. هذا الاسبوع في الخرطوم هي اجواء مطلوبه، كل ما كانت هنالك خطوات لتعزيز الثقه بدرجه اكبر، كل ما ساهمت في الاسراع على الاقل بترتيبات بدء البدايه الفعليه للمرحله الانتقاليه في جنوب السودان. هذه الخطوه ستمهد للاجتماع الذي سيجري اليوم في الخرطوم بين وزراء خارجيه الايجاد باعلان العد التنازلي على الاقل لاستئناف عمل الحكومة أو بدء عمل الحكومة المؤقتة في جنوب السودان. هذه الخطوة ستمهد أيضا لتحالف المعارضة وقادة المعارضة من كافة فئاته لتحديد العد التنازلي متى ما تم الاتفاق على بقية القضايا العالقة للذهاب إلى جوبا، حيث كانوا معظمهم محكومين بالإعدام، ومن بينهم رياض مشار رئيس حركة العدل ورئيس حركة الحركة الشعبية المتمردة في جنوب السودان. نعم، شكرا لك محيي الدين جبريل مراسل الغد، كنت معنا عبر خدمة سكايب من الخرطوم.